تلقيتنا لهذه البطوله. يقف بجانبي الاستاذ مازن الجنيدي مدير عام النادي، نرحب بك عبر شبكه الفارس العالمي. حياكم الله يا اخوان. كيف رايت المباراه الختاميه والتنظيم الرائع لهذه البطوله؟ والله المباراة الختامية كانت جدا حماسية وتدل على أنه مستوى الكرة عندنا في ممتازة جدا، وطبعا هذه فئة سنية أعمار سنية أقل من 18 سنة. وبالنسبة طبعا للبطولة، هذا مو شيء غريب بالنسبة لنادي القادسية ينظم بطولات، لأنه دائما هو دائما بالنسبة للبطولات السداسيات هو أول نادي في المملكة العربية السعودية ينظم اللي هي السداسيات أيام معروفة في مهرجانات نادي القادسية. ما هي الفائدة مثل هذه البطولات لاستكشاف المواهب سواء على نادي القادسية أو الأندية الأخرى؟ أولا قبل ما جانا النادي كان في عندي قابلت أحد من المسؤولين من الجهات المختصة اللي هي بالنسبة لل شرطة الخبر، فقال جزاكم الله ألف خير أنكم قدرتوا تجمعوا العدد الهائل من الشباب من مناطق مختلفة من المدينة، وتجميعهم هنا في نشاط يهمهم ويحبوه. طبعا فائدة هذه البطولة أنه هي بالنسبة للنادي انتقاء العناصر الطيبة بالنسبة واللاعبين الطيبة لانضمامهم لفريق النادي. طبعا طيب ما هو الذي يستفيد من حقيقة الجماهير الحاضرة والذي الأحياء المجاورة لهذه البطولة؟ والله هي الاستفادة، أنا سبق قلت لك أن هذه عملية احتواء الشباب الأعمار السنية، لأنه هؤلاء الشباب إذا لم يجدوا المكان المناسب لتواجدهم في هذا يسببون صداع بالنسبة لل. أظنها فترة يعني أتت. بالضبط، هي فترة يعني بعد الإجازة، وبعد الإجازة حقت بالنسبة للطلاب، إحنا عملنا البطولة هذه في فترة الإجازة وامتدت الآن إلى هذه. ما هي الجديد مثل هذه البطولات؟ يعني شاهدنا نادي القادسية حقيقة ينظم العديد من المهرجانات، ما هو الجديد لنادي القادسية بالبطولات؟ إن شاء الله الجديد بإذن تعالى إذا كانت هناك إجازة نصف السنة، فإن شاء الله بإذن تعالى اللي هي في تقريبا في شهر مارس سوف نعد، وأخطرت اللجنة المنظمة إن شاء الله بإذن تعالى في مارس، في أواخر مارس بعد في أثناء العطلة اللي هي الربيعية تقام بطولة هنا في نادي القادسية إن شاء الله بإذن تعالى. إن شاء الله. كلمة شكر لمن توجهها أستاذ؟ والله لكل مجموعة العمل التي قامت في إنجاح هذا المهرجان، لأنه كفريق يعني نجاح كفريق عمل، وليس أخص ذكر لأي شخص واحد، نجاح العمل بفريق العمل بس. أنا أشكرك عبر شبكة الفارس العالمي، ما هي كلمة أخيرة لشبكة الفارس؟ والله بصراحة أنا فوجئت يعني بهذه الشبكة، يعني المعلقين والمصورين، ولمست منهم الحماس ولمست منهم المودة والمحبة وتفاعلهم مع الجماهير وتفاعلهم مع اللجنة المنظمة، وأتمنى إن شاء الله بإذن تعالى أنه يكون هناك تعاون مستمر سواء في مهرجانات نادي القادسية الرمضانية أو في أي بطولة تقام إن شاء الله في 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 النادي، في أي فعالية سواء كرة ماء أو قدم أو أي فعالية رياضية إن شاء الله. أنا أشكرك كذلك أستاذ مازن، الجهود المبذولة حقيقة واضحة على هذا التنظيم، شكرا لك حقيقة على هذا اللقاء. والله زي ما قلت لك أنا أشكر المجموعة بكاملها، وأنا مجرد فرد من الأفراد المجموعة هذه، وشاكرين ومقدرين تعاونكم معنا. شكرا، يعطيك العافية. مشكور. حياك الله. إذن كانت هذه كلمة الأستاذ مازن الجنيدي مدير عام النادي. إذن تقريبا الملعب انتهى من الجماهير والأفراح اللي ربما انتقلت خارج هذا الملعب، مستمرة لنادي أو لفريق الجزيرة.